يعطيكم العافية. اليوم رح ناخد محاضرة جديدة، رح نفهم، رح نشتغل زي هذا التصميم. بداية لما أنا بدي أجي أشتغل أي تصميم، بدي أكون جنبي ورقة وقلم، بدي أكتب إيش يعني إيش التصميم. أنا مثلا فكرة التصميم تبعي، أنا بشتغل في شركة في مجال الاي تي، بشتغل في مطعم، بشتغل في في مثلا كان قبل فترة عن بلاك فرايدي، مناسبة مثلا الفترة الجاية حيكون مثلا في رأس السنة، في عروضات كتير بتصير في البلد في العالم كله بمناسبة رأس السنة الجديدة. طيب أنا من وين بدي أبدأ؟ بداية أنا لازم أكون عارف عن إيش بدي أحكي. أنا بدي أعمل، لو إحنا إجينا لهذا التصميم اللي أنا فرجيتكم إياه، هذا أنا عملته، كان إنه زي تصميم لعرض أو شغلة همبرجر. تمام، إذا تصميم لعرض مثلا لهمبرجر، هيكون زي باكج كاملة، كولا مع بطاطا، مع يعني باكج كاملة بتنباع سعر معين. هذه حتنزل على وين؟ على مواقع التواصل الاجتماعي. هرويت انا عرفت عن ايش بدي اعمل. هاي اول شغلة. تاني شغلة، بناء على اللي عندي، يعني مثلا انا هنا مستخدمة كلام افتراضي، مثلا برجر سبيشل، ممكن يقول لك المطعم يقول لك انا عندي نص معين بدي اياك تشتغل عليه، عرض لمدة يوم واحد مثلا، باكج كاملة. طيب انا عرفت عن ايش بدي اعمل. نيجي للمرحلة اللي بعد هيك، ايش المنتج اللي حيكون عندي؟ المنتج اللي حيكون عندي بعد ما اعرف ايش المنتج اللي انا هشتغله، او ايش المناسبة اللي حتكون، مثلا عرض، مناسبة معينة حتكون. طيب بعدين بدي اجي اروح لمرحلة انه انا بدي ابحث، روح ابحث عن المنتج تبعي، صورة المنتج. يا اما اذا كنت مثلا بشتغل في مطعم وهو عنده صور يعني مصورة بطريقة احترافية وحلوة، ممكن استخدمها، او مثلا مصورة بطريقة معينة ممكن اجي واعدلها على برنامج الفوتوشوب برضو عادي بالضبط، او ممكن اروح لاي موقع من المواقع اللي بدي اشتغل عليها. مثلا زي فري بيك، بيكسل، بيكساباي، اشوف منهم منتجات نفس يعني مماثلة للمنتج تبعي، وأخذ الصور وأعدلها بطريقة إنها تبين إنها إيش من المنتج تبعي. طيب بعدين خلصت من هذا، بدي أجي وأحط الألوان اللي أنا هستخدمها في التصميم قبل ما أبدأ أشتغل على البرنامج. ليش؟ عشان أنا لما أجي أشتغل على البرنامج أكون عارفة إيش الأشياء اللي بدي أعملها دغري. يعني لما بدي اجي اختار اللون، مثلا بدي اروح مثلا ادوبي كلر، اشوف مثلا بدي اشتغل اشي مثلا مطعم، اكتب في الاكسبلور تبعه فود، طلع لي مجموعات لونية انا ممكن اشتغل عليها. تمام، يبقى انا اختاريت الالوان تبعتي. او ممكن مثلا انا عندي هذا المنتج، اخذ من الوانه وايش احسن عليه. طيب انا عندي هذا المنتج باكج كاملة،
راح نشتغل عليها نشوف كيف أنا عملتها. طيب في شغلة مهمة كمان بدي أجي أعملها بالحسبان، إني أجي وأقول له إيش لإيش التصميم، هل حينزل فيسبوك ولا حيكون مطبوعات؟ والأغلب إنه دائما العروض وهذه الأشياء تبعت اليوم الواحد أو زي بلاك فرايدي بتكون تنزل السوشيال ميديا، يبقى أعرف إيش المنصة اللي حتنزل، مثلا فيسبوك مثلا. طيب رح أجي أقول له هنا أدوبي كلر قبل ما يفتح، بدي أجي أعمل ملف جديد create new هنا برجر، هي اسم الملف، بدي أحول لبيكسل وأقول له 1080 × 1080 وأعمل إيش create. بس في شغلة أنا عملتها هنا إذا لاحظته، أنا كنت عاملة CMYK وأنا للسوشيال ميديا بشتغله إيش، هيو هنا شايفين CMYK، فيعني أنا ما بنفع. طب هل أنا بنفع أغيرها؟ هروح على المود قبل ما أبدأ أشتغل في البرنامج، قبل ما أبدأ أحط في اللايرات، لأنه إذا بديت أحط لايرات وغيرت المود رح يعمل لي كلهم كطبقة واحدة. هروح على وين؟ على الـ RGB، هيو تحول الملف الى RGB. بدي اجي اعمل من فايل سيف از، حاجي هنا اقول له حاجي احفظه، بعدين رح أجي أقول له أنا الألوان تبعتي، هاي صورة البرجر تبعتي أطلعها هنا، جبت المنتج تبعي شايفينه هيو، شوف كيف رح نعمل. طبعا هنا إله ظل، إحنا ممكن يمو وقت التفريغ أو ممكن نخليه على حسب انت ايش بدك اياه. اذا لاحظتوا ان المنتج تبعي شايفين كيف دايما يعني الاكل احنا بنحكي احمر، الالوان هذه اللي بتعطيني احساس بالجوع، احساس يعني العاطفة تبعت اي الجوع تبدأ تشتغل. لو انا اجيت بشكل طبيعي مثلا، انا بستخدم الكلر بيكر مثلا، حاجي واقول له انا بدي هذا اللون، شايفين هاي هذا اللون، واعمل كوبي لل HTML واعمل لير جديدة واعطي له اللون تبعي. طيب أريد اللون تبعي هيو، أنا لون سادة لسه ما بديت إني أشتغل. طبعا أنا بناء على إيش أنا بديت أشتغل قبل، يعني جمعت كل هذه الأشياء، بس رحت على مثلا موقع بنترست شفت تصاميم مختصة بالأكل، يعني قبل ما أبدأ أشتغل وأفتح البرنامج أنا كنت إيش عاملة؟ عاملة تغذية بصرية. ليش؟ عشان أعرف أخذ من هذا فكرة ومن هذا فكرة ومن هذا فكرة، وكل تصميم أخذ لي فكرة وطريقة كتابة. مثلا هذا التصميم حلو بس طريقة الكتابة حلو، بس طريقة التصميم يعني المنتج تبعي مش مبين، ممكن أشوف كيف طريقة الكتابة معمولة. من هذا المنتج حلو التصميم، حلو الخلفية، ممكن أعملها. طيب هنا أنا بدي أعمل شغلة، بدي أحط خلفية زي إيش؟ زي الحيطان، تكون فيها زي نقشة. أنا جبت رحت على فريباك
وجبت هذه النقشة، شايفينها؟ لو رحت على باك جراوند، كتبت باك جراوند بالفري باك راح نلاقي. طيب راح نروح نجي وندخل الصورة، شايفين؟ هاي هالصورة عندي تمام التمام. طب أنا هذه قد ما بدي أخفف لونها مش حتطلع كأنه إيش ممزوجة مع اللون الأحمر. طب أنا لما بدي أجي أمزج شغلة في البرنامج، أعمل كنترول أس، كيف بدي أعملها؟ هروح على الكلر مود تبعي مثلا، شايفين؟ نشوف هيك مبينة، يعني هيك تقريبا مناسبة، ممكن نخف لونها هذي مبين. طيب خلصت تقريبا الباك جراوند، نعملها هيك بشكل بسيط هالوقت. ليش؟ لأنه بعد كده بعد ما أحط المنتج تبعي هحط مثلا شوية أشياء موجودة في التصميم، ممكن أحط أشكال بسيطة حسب إيش التصميم أنا شايفاه. طيب أيوه هنا أنا عملت هيك، هجيب المنتج تبعي أدخله على البرنامج. طيب حاجة وأعمل له راسترايز لاير. طبعا هنا ممكن تواجهكم مشكلة في التفريغ، نشوف ممكن يعلق البرنامج. طيب رأيه أيوه منيح، أعمل له لير فيا كات. شايفين كيف أخذته لحاله؟ كنترول اس، أرجع نو، هأجي أقول له أنت أعمل كنترول تي وأصغره، أصغره وأقول له أنا بدي إياك تتوسط. بعد كده ممكن أكبر ممكن أصغر حسب ما أنا إيش شايفة. رح أجي أحط إيش الكوباية وال تبعت بطاطا، طيب رح نيجي هنا نقول له أنا بدي أفرغك هيك، select subject، نقول له clear via cut، أي هذا كمان فرغته، ضل هذا. رح اجي نعمل كنترول اس، اي حركة بشتغلها اعمل كنترول اس. ليش؟ لانه ممكن يطفي البرنامج، يعلق، يصير عندي مشاكل وايش وانا قاعدة بشتغل. بدي اجي اعمل لير فيا كات، اوكي صارت عندي ايش الثلاث منتجات موجودة. هالوقت انا المنتج اللي انا بدي اشتغل عليه هو اللي يكون بالصدارة، هو اللي يكون مبين. يبقى الكولا والبطاطا هتكونوا تحت تبعت ايش؟ البرجر. البرجر انا هكبرها، ايوه، وهذا بدي اصغره مثلا، مثلا هيك، ونعمل هذا نقول له لو انا بدي اياك كده هيك مثلا، اقول له انه انت هيك منيح. طب هدول انا عشان ما اتغلب حاجه اعملهم جروب بكليك يمين، جروب فروم لاير، واعملهم ايش توسيط في ال تبعي. هنا مش موسط. ليش صح؟ لأنه أنا عندي أحجام مختلفة، وعندي هذا ماخذ يعني ماخذ مساحة وبياخدش. طيب أنا هشوف بالعين برضو، يعني مثلا أنا ممكن تكون كده عامل لي البرنامج هيك وسط، لكن أنا شايفة إنه هيك وسط أحلى. عينك
او انت كيف بتشوف التصميم تبعك؟ طيب انا خلصت من هذا الاشي، خليهم هذول بجروب بشكل اولي، وبعدين هنشوف ايش هنعمل فيه. انتظروا، انا حاسة انه كبير كتير، يعني اعمل كنترول. رح اجي اقول له دايما لما بدي اجي اعمل مثلا انا اشوف التصاميم انه ايش، اوكي هي موجودة فيها اللون الاحمر، لكن مكان المنتج فيه وراه زي اضاءة. حاجي هنا اعمل لاير جديدة واروح على البراش واقول له انا ما بدي اياك هذا اللون، بدي اياك لون ايش، اخف. في كيف انا جبته اخف، واكبر ايش البراش تبعتي. شايفين؟ مثلا. طيب انا جيت هنا مثلا لقيته صغير كبير، ممكن اروح على اللاير نفسها وايش اكبر. برضو المنتج تبعي شايفين كيف كأنه طاير، يعني انا ما بديش كمان يكون هيك طاير طيران، لا يكون كأنه له قاعدة، فاعمله ضل كأنه له اضاءة. رح اجي اعمل واغير هذا اللون واخليه لون اسود، واصغر البراش تبعتي. رح اجي هيك بدي اكون شوية شوية بشتغل. ليش؟ ايوه طيب انا بدي اياكم احنا بعد هذا بعد ما نشتغل التصميم هنحركه، فانا ايش بدي اعمل عشان الظل يتحرك مع الشكل نفسه؟ هي هنا هذا رح يكون له ظل لحاله، هنشوف. لا شايفين انا مشتغل الظل وين؟ على نفس اللاير. انا بدي اقول له انت هيك واقول له خفف لي ايش اللون تبعي. بدي اجي اقول له ايوه هيك انت، واخفف اللون تبعي، اخليه كأنه ايش. طبعا هنا مش ظابط البراش. طب انا ايش ممكن اعمل؟ مثلا هذا مش ظابط، انا حاساه مش ظابط الظل تبعي، بدي اجي اقول الهاردنس بدل ما يكون 36% اخليه 80. ليش؟ الهاردنس رح يعمل لي ايش، قصدي يخفف لي، انا بخفف الهاردنس. ليش؟ الهاردنس كل ما زاد كل ما كانت ايش الرسمة تبعت البراش حادة، فأنا هروح على الهاردنس وأخففها. شايفين كيف صار في نعومة؟ أيوة 9. طيب أجي هيني عملت، بدي اجي هيك واخليه تحتي. طيب هيك خليه كده، بدي اجي اعمل له اوكي، بدي اجي هذا واقول له واخفف الفل تبعته. طبعا انا هنا راح ايش اعمل، هذا اطلعه هيك لفوق شوية، وممكن انا ادمجه اقول له ايش مع الخلفية.
مثلا مثلا طيب خلصنا من البرجر المنتج تبعي برجر. طيب خلصت. طيب انا بدي اجرب اعمل هالشغلة، ممكن تزبط ممكن ما تزبطش. احنا ممكن نعمل ايش الاطراف تبعته ايش سودا للخلفية. رح اجي واقول له ان انت ايش بدل هذا اعطي له ايش لون اسود واقول له ايش اوكي وايش اسحب. طيب انا يعني ممكن تتخفف هاي، هاجي بدنا نشوف اذا ممكن تكون حلوة مش حلوة، ضابطة مش ضابطة في التصميم. انا حاسة يعني اعطت نوع من الحركة في التصميم تبعي. انا لما بدي اعمل اي شغلة مثلا انا شفتها مثلا في تصميم ممكن اكون حباها لكن ما بتظبط مع التصميم تبعي. طيب بدي اجي ايش ضل في التصميم تبعي، في عندي الكلام برجر سبيشال وهنا النص وهنا مواقع التواصل الاجتماعي. طيب انا رح اجي واقول له اجيب النص تبعي. انا جبت النص، انا رح جبت النص وبدي ايش هيو كتبته عندي. طيب انا ليش خليته ابيض ما خليتوش اسود؟ الابيض انا لو خليت يعني لو جربت، انا جربت قبل ما خليته هنا اسود، الاسود مش حيبين لانه الخلفية لونها ايش غامق. لازم يكون في تباين ما بين الخلفية وايش والنص او الاشكال، يعني اذا الخلفية مثلا غامقة النص يكون فاتح عشان ايش يبين. طب انا سبيشال ليش خليتها لون تاني؟ لون تاني عشان يبين اول اشي، تاني شغلة اعطيتها من نفس اللون اللي موجود وين في المنتج تبعي. طيب هجيب النص الافتراضي هالوقت، جبت النص تبعي هذا من النص الافتراضي وضبطت تبعه مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الايقونات. طيب انا خلصت التصميم تبعي، ممكن انا اجيب مثلا اشكال معينة هنا مثلا احطها ورا الكلام. طيب احنا المرحلة هذه عملت التصميم، المرحلة الجاية رح احرك هدول ايش هدول المنتجات تبعتي. المحاضرة الجاية نعرف كيف ممكن نحرك هذه المنتجات ونعرف كيف حنتعامل معها على التايم لاين تبع الفوتوشوب. ويعطيكم ألف عافية.